يا مساء الخير والجمال على كل مشاهدينا في كل مكان في يوم جديد وحلقة جديدة من إنبوكس على شاشة صدى البلد 2. النهاردة معانا فقرات كتيرة حلوة جدا ومتنوعة وهتعجبكم، بس قبل ما نبدأ نتكلم في فقراتنا الأول أرحب بفاروق وعامر. إزيكم؟ إزيكم يا نوران؟ إزيك يا فاروق؟ عامل إيه؟ إزيك يا عامر؟ الحمد لله. عامل إيه؟ أخبارك يا عامر؟ عشان بداية أنا بسلم عليك الأول. أنت كويسة؟ تمام. عاملين ايه؟ تمام انا كويسه. الحمد لله. انت عامل ايه؟ الحمد لله كويس. احنا كلنا كويسين. احنا الحمد لله كويسين. انتوا كويسين؟ كويسين انتوا الحمد لله، اهم حاجه ان انتوا كلكم تبقوا كويسين. معانا ايه النهارده؟ النهارده معانا فقرات حلوه جدا، يمكن هي موجوده عندنا بنشوفها بنسب مختلفه لكن احنا حاصرينها في حاجه واحده. هنتكلم النهارده معاكم عن الادمان، وفي مشروع وزاره التضامن الاجتماعي عاملاه للمتعافين من الادمان بان هي توفر لهم قروض يفتحوا بيها مشاريع علشان يحسنوا حياتهم ويعيشوا حياة أفضل. فطبعا عايز الناس كلها تتابع الفقرة دي عشان مهمة جدا لينا وليهم كمان. طبعا فقرة مهمة جدا، وقدي ده بيبين كمان دور الدولة ان هي بتحاول يعني يكون في حياة كريمة لكل الناس، حتى كمان اللي هو ممكن في يوم من الأيام تعرض لمشكلة الإدمان يعني بشكل معين، وهو حاول كمان يتخلص منها وعايز يبدأ حياة جديدة، فبيحاول ياخد قرض عشان يعمل مشروع ليه، والمشروع ده بيبقى ليه يعني إنتاج ليه ولعيلته وبيبدأ حياة جديدة ومختلفة. طيب بمناسبة بقى الإدمان اللي اتكلمنا عليه من شوية، لكن إحنا برضو عندنا مشاكل في الإدمان، إحنا برضو وإحنا قاعدين معاكم كده إحنا عندنا برضو يعني جزئية معينة إحنا موجودين فيها ممكن ندمنها وإحنا مش حاسين. بالظبط. يعني يمكن حلقة إمبارح اتكلمت أنا ورحمة ونورة عن مشكلة إدمان الموبايل والسوشيال ميديا، وإن إحنا بنعاني بشكل كبير جدا، وعندنا نسب كبيرة جدا من سكان العالم دلوقتي بقى مدمنين للسوشيال ميديا بشكل كبير جدا والموبايل، والعالم كله دلوقتي بقى خلاص ده شيء اساسي في حياتنا. كلنا من غير الموبايل بنحرر ليه نعمل كده؟ موبايل والنبي عشان شويه موبايل هنا لا ولا الانترنت لما بيقطع بقى بتبقى مأساه بالنسبه لنا. كانك اول ما الانترنت بيقطع بحس ان في حياتي وقفت. طب يلا هفتح سؤال امبارح تاني اللي اتكلمنا فيه انا والبنات برضو ليكم انتوا كمان. ابدا بنوران، تقدري تعيشي من غير موبايل او انترنت؟ لا طبعا مقدرش. بقول لك لما الانترنت بيقطع من الموبايل بحس ان انا متكتفه، حاسه ان انا عاميه، مش عارفه اعمل اي حاجه. عامر؟ لا طبعا ما اقدرش اعيش من غيره صراحه، يعني الموضوع صعب جدا. بس في حاجات ادمان كتير جدا غير الموبايل والانترنت. صح. في حاجات كتير جدا، يعني انا مثلا يا جماعه اكلمكم عن ادمان مهم جدا عند ناس كتير، قرأت الضوافر دي ادمان. والله العظيم يعني في ناس كتير بتقرأ الضوافره، انا بحاول ابطل على فكره. ولو حد عنده حل يقول لي، لان انا مراتي جابت لي بتاع مر كده عملت لي على انت حط صباره على ضوافرك مش هتعرف تقلعها. حطيت لي وبعدين المشكله مش في كده، لا بطلت اقراها بس كل ما اكل حاجه. مش الكلام ده والله بتهزر. خليني اقول لك انه مش بس ادمان المخدرات او ادمان اللي هي الحاجات اللي بتبقى مؤذيه جدا للصحه، لان في انواع كتيره قوي من الادمان زي الشاي والقهوه والنسكافيه. كتير قوي الناس بتبقى صايمه في رمضان يقول لك انا مش قادر مش فايق، او الصبح يقول لك انا ما شربتش كوبايه القهوه والنسكافيه بتاعتي، لما فوق اقدر اتكلم واتعامل معاه. ده نوع من انواع الادمان، احنا كلنا بنقول ان هو مش خطير قوي، لكن لما ما بتقدرش تشرب الشاي بتاعك او النسكافيه بتاعك تحس ان انت متوقف وعندك صداع. ده نوع من انواع الادمان. في انواع ثانيه. هو يا جماعه فاروق انا مدمن قهوه، لازم يجي الصبح يقول كوبايه القهوه علشان اعرف اطلع الحلقه. يا جماعه بجد والله فعلا اليومين دول الواحد يعني، عشان طبعا اليومين دول صيام يعني، كل سنه وحضراتكم طيبين يعني. جميل جدا الايام دي يعني. فالواحد برده فيه لخبطه كده، عارف؟ أيوة. يعني مش عارف اعمل ايه، فاهم؟ نفسي اشرب قهوه. في ادمان تاني برده. الادمان اصلا منقسم لنوعين، النوع اللي هو المادي والنوع المعنوي. النوع المادي اللي هو الناس كلها عارفاه، اللي هو المخدرات، البراشيم اللي هي بتتاخد، الحاجات اللي هي اللي هم بيقعدوا ياخدوها، الحاجات اللي المخدرات يعني. المخدرات كل انواع المخدرات وحاجات أيوة. كتير جدا. تمام. المهم، وفي بقى والسجاير والقهوه والشاي والحاجات دي، والنوع المعنوي اللي هو مثلا العاب الفيديو جيمز مثلا. أيوة. دي ادمان. الانترنت زي ما انت قلت من شويه، الموبايل، قرأت الضوافر زمان. تمام. انا مثلا عندي نوع من انواع. ايوه انا عايز اعرف انت مدمن عندك ايه. انا طول ما انا قاعده بلعب في القصه بتاعت شهري لحد ما اتنحل. لا دي عاده بس برضو. انا لما بفكر متكررة. في حاجه لما بفكر في حاجه بفضل يعني اتعودت ان انا اعملها، فلما مثلا بحاول امنع نفسي بلاقي نفسي مشلوله عن التفكير، مثلا مش بعرف افكر. فبحاول كتير قوي ان انا اعود نفسي ما اقدرش اعملها، او ان انا بطل اعملها لان هي صعبه جدا. ده نوع مثلا يعني كوميدي شويه من انواع الادمان. في زي ما عامر قال لكم ان في ادمان مادي زي المخدرات، الحاجات اللي هي ممكن تاذي صحتنا، وفي الادمان المعنوي اللي احنا بنمارس الحاجات دي كلها في حياتنا
حياتنا الطبيعيه وبيتهيأ لنا ان هي مش مضره ابدا، لكن لمجرد ان انت تستغنى عنها يوم او يومين وتحس ان في حاجه انت مفتقدها، في حاجه ناقصاك، متوتر، بتضيع وقت عن حاجات مهمه عشان تعملها، يبقى ده برده نوع من انواع الادمان المعنوي. صح يا فاروق؟ كمان يا جماعه برده في انواع تانية من انواع الادمان، زي مثلا ادمان التسوق او الشوبينج، يعني ده البنات دي طبعا البنات. سلام البنات. تعالى لي بس دي طبعا من الحاجات اللي بالنسبه لي اللي هي غريبه جدا، وطبعا دي يعني لازم هتخرب بيت اي راجل. يعني هو جيب الشوبينج يا فاروق، بتكرهوا انتوا الشوبينج؟ لا عادي بنحبه. لا انا بحب، بس انتوا بتطولوا قوي في الشوبينج. يعني الفكره عندكم ان انتوا ممكن تقضوا اليوم كله عادي جدا في كل المحلات، فاهمه؟ يعني تروحوا المول كده ما تطلعوش منه غير مثلا بالليل، عادي جدا. ولازم طبعا يبقى يعني كل حاجه برقم ما شاء الله. يعني طبعا احنا عندنا الامور عندنا اسرع شويه، احنا عندنا الحاجه عارفينها رايحين نجيبها وتيك وخلاص وماشيين، حتى لو احنا رايحين لاول مره بختكم عشان نجيب حاجه برضو رايحين واحنا ايه، يعني الامور عندنا سريعه شويه. يعني انت عارف هتجيب مثلا تي شيرت، مثلا هتجيب قميص، هتجيب بنطلون، فانت عارف انت محدد ايه وخلاص، لكن مش رايح كده سايب نفسك، فاهم؟ انت عمال تتفرج واللي يجي قدامك تجيبه وخلاص. ادمان الشوبينج دي حاجه لذيذه بصراحه، يعني انا ما بحبش ابطلها ولا ان انا اتعالج منها. عايزه محفظه كبيره شويه، عايزه خزنه كبيره، انليمتد كريدت كارد. هو كده كده بالنسبه لهم هم مفيش بنت عايزه تتخلى عن العاده السيئه او الادمان بتاع الشوبينج ده. والمشكله ان هو ما بيتعبوش في ده، بالعكس بيبسطوا، بس تيجي على دماغنا احنا. ايوه ما انا بتكلم في كده. طب عايز اسالك سؤال يا اسالي. في نوع من انواع تاني الادمان المعنوي، اللي هو ادمان الحب، يعني ادمان شخص معين ممكن بتحبه ما تقدرش تستغنى عنه، كل شويه تفضل تكلمه، لو غاب يوم تتجنن، او صديق معين تبقى مرتبط بيه. لا هو لا، ادمان شخص معين. ادمان شخص معين، يعني هقول لك على حاجه، ممكن بنت تبقى بتحب واحد في كل الحاجات الوحشه اللي في العالم، اللي هي ما تخل... هي عارفه خاين وكذاب و... والله ده بجد، والله يعني العظيم. يعني في كل العبر، او ادمان يعني الاصحاب، يعني ممكن صاحبتي ما اقدرش استغنى عن ان هي مثلا لازم اكلمها كل يوم، لو غابت عني يوم اتخانق معاها، انت رحتي فين؟ انت ازاي ما تكلمينيش؟ ازاي ما تطمنيش عليا؟ بتحبيها يا نوران؟ بحبها. ما دي ده حب، ده مش حبيبي. الموضوع بقى ان في، يعني بقول لك، حتى لو الشخص اللي قدامك فيه حاجات غلط وانت عارف ان هو ممكن يضرك ويأذيك في حياتك، الا انك انت برضه مش قادر تبعد عنه او تاخد الخطوه ان انا مش هبعد عنه، هبعد عنك خلاص. لا، ولو بعد يوم او نص يوم في حاجه غلط، انا عايز اكلمه، انا مش قادره، وتعيط حاجه في موضوع الموضوع. فلما مثلا بتبقى ريليشن شيب بتبوظ مثلا، فالشخص اللي كان متعود على البني ادم اللي بيكلمه بيسال عليه، او حتى اتنين صحاب اتخانقوا مع بعض ومش يكلموا بعض، تحس ان في حاجه ميسنج، في حاجه مفقوده. انا مختلف معاك في القصه دي شويه. انا شايف الجزئيه دي داخله شويه في حته الايه، العاطفه، يعني ناحيه القلب، ناحيه الحب، ناحيه المشاعر والاحاسيس، ان انت حتى لو الشخص ده فيه عيوب فانت خلاص انت كده وكده انت متمسك بيه وبتحبه، فده دي حاجه غصب عنك خارجه عن ارادتك. ده مش ادمان. لا، في حاجات غلط الإدمان في الشخص اللي انا بحبه، يعني انا بقى موافقه على شخص هتدمر لي حياتي. ما علينا. طيب بص، كله عيوب نتفق او نختلف. لا لا لا، نختلف طبعا. انا هنبوظ الحلقه. نختلف دلوقتي. طب ما احنا عايزين ناخد راي الجمهور معانا كمان. لو انتوا عندكم شايفين من وجهه نظركم مدمنين في حاجه معينه، مدمنين في حاجه معينه، او انتوا شايفين ان في ادمان في النقطه اللي احنا كنا بنتكلم فيها وبنتخانق فيها دلوقتي دي، ماشي قولوا لنا. طيب ماشي كده، احنا قلنا اتكلمنا على ايه، على الادمان المعنوي، على التسويق، على الشوبينج، يعني التسوق يعني. نعم. وكلامك اتكلمنا على المخدرات والكحوليات والكلام ده كله، الحاجات اللي هي السلبيه، وكمان الجيمز، وكلامنا على السوشيال ميديا. لا، في حاجه عايز اقول لك عليها. طب في بقى حاجه مهمه جدا، في ادمان تاني كمان، ادمان حاجه انا بحبها. الاكل. ايه بقى؟ البسبوسه في البسبوسه. يعني اول ما نشوف البسبوسه نعمل كده على طول. ما يا جماعه، فاروق مدمن اكل بس طبعا ادمان الاكل ده في شقين، في ناس بتبقى مدمنه بتحب الاكل. لا، مش بحب الاكل. الموضوع ادمان الحلويات، بتحب حاجات معينه. انت بتحب الاكل حاجات معينه؟ والله ايوه ماشي. بتحب حاجات معينه بس بتحب الاكل. الموضوع بيفرق بقى في ايه، في ناس بتحب الاكل فبيبدا الموضوع يتطور معاهم. ايوه، بافوره بيبقى ادمان، فبيبدا ان هم يبقى عندهم سمنه. لا استنى بقى، استناني بقى كده. معلش، ده في ناس بتاكل ما يبانش عليها. لا يا بختهم، يا بختهم. لا والله العظيم، مش هنقر عليهم. والله العظيم يا جماعه، انا زي وزني زايد حوالي 7 كيلو مثلا، بس عشان خاطر البسبوسه طب انا عايزه اقول لكم على حاجه، احنا كنا في رمضان فطار القناه، يعني كنا مش انت ما كنتش موجود يا عامر تقريبا. كنت موجود. كنت موجود يا عامر؟ لا انت كنت في مكان تاني. كنت بعيد شويه عن جنبنا. كنا قاعدين وكانت في صينيه بسبوسه. ايوه انا كانت في صينيه بسبوسه قدام فاروق، واحنا كنا قاعدين كده كلنا على ترابيزه كبيره. البسبوسه دي انا من كتر ما هو يعني شجعني للاكل، انا اكلت نصها. وانا اكلت، مع ان انا كنت اصلا موقف اكل حلويات خالص، من كتر ما هو بيقعد ويستطعم ويقعد يعمل حاجات كده. دي جميله، دي جميله يا عم، دي جميله. وشوف كده، يعني
البندق نازل منها وخراب يعني صايم بس بص لازم احل لك الموضوع برضه لازم احلوله حرام عليك على فكره طب نازل بيتفرج علينا وصايم فعلا يا جماعه ده دي حاجه اسمها ادمان السكريات وفعلا انا بقى الحكايه دي بجد انا مقتنع بيها جدا ان انت ممكن تكون مدمن سكريات انا مدمنه شطه بحب الشطه جدا شطة. اه بموت في الشطه ناخد اه بس ناخد راي ندى بقى انا بحب الشطه نشوف ندى بتحب ايه يا ندى هاي ازيكم عاملين ايه ازيك يا ندى الاخبار الحمد لله كله تمام انا مدمنه شطه ومدمنه شوبينج انت مدمنه ايه لسه البنيه هتقول حاجه سيبيها تقول اللي تقوله عايز تقول ايه عايز اقول لكم الموضوع بس ده يعني فظيع حلو جدا انا بكلمكم من المصيف مخصوص عشان الموضوع ده ايه بقى الموضوع بقى ايه اللي عاجبك فيه قوي يعني الادمان ده بص هم اكيد كل الناس مدمنه الاكل ده حاجه خطيره مش متخيله ان حد ممكن يبقاش مدمن الاكل انا مش مدمنه اكل عادي لا 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 لا, لا. في حد مدمن مانجا حد بص انا مراتي تين شوكي تين شوكي طبعا انت مدمنه ايه بقى زي ما مرات قالت لك من شويه انا مدمنه الانتخه دي حاجه فظيعه ده نوع جديد من الادمان ده نوع جديد من الادمان بس اكيد في حاجه انت متعوده عليها في حياتك لو ومتعوده ان انت بتعمليها طول الوقت ولو نقصت تحس ان في حاجه ناقصه في حياتك هو ده بقى الادمان ايه اللي عندك مود يعني بقول لك اعترفي انا شخصيه كسوله من الدرجه الاولى مبدئيا ما بحبش اتحرك ولا اي حاجه طول الوقت كده دي حاجه تاني حاجه هو حوار الشوبينج ده فظيع طول الوقت يعني لو مع اي فلوس عارف مين اللي هو ايه زي بنت نجيب ساويرس ماشيه طول الوقت اشتري حاجات نفسنا كلنا والله نكون يعني نكون اخواته بالظبط كده وفي ايه كمان يعني الشوبينج بالنسبه لك رقم واحد لا الانتخه رقم واحد الانتخه رقم واحد عند ندى الانتخه جميله طبعا بتنتخي طب ندى معلش يعني طقوس الانتخه عندك بتبقى عامله ازاي يعني بتمسكي الموبايل سوشيال ميديا جيمز ولا بتقعدي تتفرجي على التلفزيون او تبصي في السقف بتعملي ايه بتسمعي موسيقى من غير اي حاجه انا ممكن ابقى قاعده كده مكاني نايمه ما بتكلمش ما بعملش اي حاجه إيه اطلب اي حاجات من اي حد بس ما اتحركش من مكاني ما اتكلمش ما اعملش اي حاجه انت بتعمليها ازاي دي انا عامل زيك شويه صعبه قوي انا عامل زيك شويه في الجزئيه دي يعني ممكن ابقى عايز هدوء الى حد ما وممكن اسمع مزيكا مثلا شويه او يبقى الدنيا ساكته خالص مفيش حاجه بسمعها أيوة والتلفزيون قدامي موطي صوت بس ده ادمان حد ده هو ده الطبيعي بتاع حياتها ده اسمه ادمان ده اسمه ادمان الهدوء اسمع مني المديتيشن حاجه لا ده ادمان الهدوء والله بجد طب ندى عايزه تقول حاجه قول لنا يا ندى عايز تقولي ايه ما بقول لكم هو الريلاكس كده الواحد ما عملش اي حاجه في الدنيا مفيش اي دوشه مفيش اي حوارات كده قاعد كده ريلاكس كده فظيع ده احلى حاجه ندى انت موجوده فين دلوقتي قدام البحر يعني يعني لا هو انا بصراحه لقيتكم بتتكلموا في الموضوع ده في البحر ورجعت مخصوص انا عايز اخدينا معاك يا ندى احنا محتاجين ان احنا نيجي عندك شكرا يا ندى نورتينا يا ندى جدا شكرا جدا يا جماعه في ادمان كمان وهو ادمان السفر في ناس انا احب النوعيات دي من الادمان يا سيدي انا موافق بس ازاي يا عامر في ناس عندها شغل وعندها لا 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 حياه يوميه انا اعرف ناس صحابي فعلا حياتهم هو بيشتغل عشان يسافر بيشتغل عشان يجيب فلوس عشان اول ما ياخد البالك ده هيسافر كذا بقى بلد يعني رومانيا فرنسا يعمل تور إيطاليا يعني يعمل تور بيعمل طول الوقت بيسافر بس ده ادمان مفيد على فكره ايوه بس الاجانب كلهم كده خلي بالك بس بيخلص فلوسه كلها في السفر اللي هو انت ما بتعملش حاجه لمستقبلك يا ابني انا يعني انا بقعد اقول له هو مشكله طبعا هو اكيد بيشيل جزء لل لا لا انا هو يتفسح بيه يعني. والله العظيم بيفكر يعني هو بيشتغل عشان يسافر ويصرف فلوسه بيشتغل عشان بالظبط بقول له حبيبي طب لما تكبر شويه لازم يبقى عندك مشروع يعني انا دايما بتكلم معاهم في حاجات زي كده بس هو حياته هو ما يقدرش ما يسافرش لو ما سافرش يحصل له اكتئاب ويتعب وحاجات كده طب ده نوع من انواع الادمان انا شايفاه مفيد لانه دايما بيقول لك في السفر ايه 20 فايده لا ده في ولا 7 بس 7000 فايده في السفر 7 فوايد دايما بيقول لك فمهما كان نوع الادمان اللي هو بيحب قولي بقى بما انها قالت 7 فوايد فانا مستنيك عندنا حاجات كتير عايزين نتكلم فيها يا جماعه لا فعلا لا هو اكتر من الفايده طبعا انا شايف السفر اولا اقول لك اولا بتتعرف على ثقافات كتير تبادل ثقافات لغات بتتعلم لغات كتير
اتنين لغات بتتعلم لغات ايه؟ انا رايح اتعلم، انا رايح اتبسط. انا بقيت لخمسه فاضل سبعه. انتوا مفتري قوي، كفايه اتنين. قولوا انتوا، انتوا قاعدين بتعملوا ايه؟ اتفضل. الانبساط ثم المديتيشن ثم الانبساط ثم الانبساط. الواحد يتعرف على ثقافات جديده زي ما نوران قالت، الواحد يتبسط يشوف اماكن جديده اول مره يشوفها، انه يروح يتعرف على الناس اللي في البلد. الجرأة كمان، انت بقى تبقى لوحدك في بلد غريبة. والله يعني مش لازم تبقى لوحدك، لازم ممكن تبقى مع ناس. لو يعني والله اصحابي دول طيبين، كنا بنتكلم من طيبين قوي يا خال. عارف لوحدنا اصحابي دول طيبين قوي 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 يا خال. طب ما انا حسام. يا حسام ازيكم؟ ازيك يا حس، اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام، كله 100 100، كله حلو. ما تقولش ان انت مسافر عشان هزعل. لا 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 لا، انا بقضي العيد هنا الحمد لله. ايوه. هتعمل ايه في العيد؟ طيب حسام، طيب حسام، هتعمل ايه في العيد؟ ولا حاجه، بنقعد في البيت بالنهار وبننزل على القهوه بالليل. ايه ده حلو. طب انت اكيد اكيد بقى عندك حلو خالص. لا، نوع من الادمان اللي ما تقدرش تستغنى عنه خالص، ايه هو؟ كتير كتير. بص، هو يعني الناس كتير ممكن تكون مثلا مدمنه الاكل. بس انا بختلف عن الناس شويه في الحلويات. ازاي بقى؟ يعني انا ممكن ما اكلش اكل بس اكل حلويات. بيحب الحلويات زيك. بتحب ايه بقى في الحلويات؟ تعالى. بسبوسه بالبندق. ايه؟ بسبوسه. 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 كل اشكالها وانواعها. لا لا لا، بالبندق حلوه جدا او ساده؟ كل اشكالها وانواعها. بتحب اللي بتكلم؟ اي حاجه. طب ما لا درجات. هو في ايه بالظبط؟ احنا هنفهم الحلقه دي. ممكن اقول لك حاول تشوف اي ادمان تاني عشان انا جعان اصلا، يعني حرام عليكم. طيب ممكن الحاجه برضو اللي حلوه وممكن تغير لي مودي شويه ويعني احس كده بالنشوه كده معاها العربيات. اه طبعا. انا مدمن عربيات. العربيات برافو عليك، حلوه جدا. يعني حتى عربيتي برضو فاهم من الحاجات اللي ممكن تغير لي مودي لوحش او حلو. حسام معلش، بما ان انت بتحب العربيات، هو انت من نوع الناس اللي كل شويه تزود اكسسوارز في العربيه بقى وتظبط الزنن والفوانيس والشنوط والحاجات دي؟ على طول. كل الفلوس ضايعه عليها. يعني صاحبك يعني ممكن مثلا ابسط حاجه، مثلا ابسط حاجه مثلا ممكن يكون يدفع واحده في المرايه، بس شفت واحده ثانيه في البنزين عجبتني اجيبها واشيلها وبعديها. يا سيدي. ايوه بقى. لمبه نورها مش عاجبني مثلا، لا اشيلها على جنب واجيب واحده ثانيه احلى. الكاوتش، الجنوط، صوت الكلاكس مثلا بتريحني. لازم يبقى لك ساعه على طول. بعدين انت لما كل ما تحبها كل ما هي تحبك اكتر. لا واكيد بقى عارف بقى العربيه دي بتبقى كام نيوتن وكم الهورس باور بتاعها والحاجات. كل عارف كل التفاصيل بتاعت العربيات طبعا. كل حاجه. سؤال كمان يا حسام، معلش، نظفت العربيه بقى عشان في ولاد عندها وسواس العربيه دي. انت جيتي للصميم. انا يعني اصحابي بيزعلوا مني بسبب الموضوع ده. حدش ولا فجرس العربيه، حدش يعمل العربيه لو مطره او حاجه، ممكن افرشهم جرانين في الارض قبل ما يركبوا. لا ما يركبوش اصلا، يركبوا ليه؟ لو او يقلع الكوتش قبل ما يركبوش. يا حسام لا، هما كده كده البنات معروفين ان هما ما بيهتموش بيها كده. هي ماشيه لوحدها، سيبها على الله. بالظبط، هي ماشيه وخلاص. والله ما اعرف. انت مش متخيل ماشيه العربيه بتدخن وماشيه بيها عادي. تقول لك عادي عندها كحه وحاجات ولبس فعلا ومناديل وقلم رجوعه على الارض، حاجات كتير كده. دي جزئيه. في بقى الجزئيه الاكبر عندهم لا لا لا. اللي هي جزئيه ان العربيه العربيه عندهم مالهاش صيانه. لا 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 لا، عيب. لا انت كده بتغلط فين؟ ابدا. لا لا يا حسام، والله العظيم كل ال 10000 بصراحه. يعني انا ما شفتش، انا ما شفتش حد لحد دلوقتي بيعمل العكس. يا حسام نورتنا يا حسام جدا. ربنا يخليك. كل سنه وانتم طيبين. باي باي. لا يا فاروق، ايه اللي انت بتقوله ده؟ والله فعلا في ادمان العربيات. صح. طب هقول لك على حاجه. إيه العيد بقى اللي فات انا خليت العربيه تعيد قبل مني. انا قلت كده كده حميتها كده، حميت العيد. بص من العيد للعيد. على فكره احنا الاثنين احنا الاثنين اتقابلنا في بنزينه بعيده خالص عني. بجد والله؟ والله العظيم اتقابلنا صدفه وانا داخل اغسل العربيه، لقيتها داخله تغسل العربيه. يا نهار ابيض، ايه ده؟ يعني هو جاي من اكتوبر لمصر الجديده. انت متخيل؟ قلت لك مصر الجديده. ايه اللي جابك ارضنا؟ لا والله، ايه اللي جابك ارضنا؟ هي بقت ارضنا وارضكم. رد عليا، كنت رايح مشوار هناك في المطار. والله رايح لمين؟ ايوه انا الساعه كام؟ عارف انت جو التحقيق بتاعي ده. بس احنا الاثنين، الراجل طبعا واقف بيبص على العربيتين اللي هو انتوا ما غسلتوهاش بقالكم، ما غسلتوش العربيه بقالكم قد ايه؟ فطبعا انا بالنسبه لي ما يعني انت من برضه مدمن نظافه عربيتك لا انا مش مدمن نظافه عربيتي. انا ببقى نفسي برحمها شويه. انا بحب ببقى نفسي ان انا ابقى بنظف العربيه بس ما بلحقش. يعني ما ببقاش لاحق من كتر الحاجات اللي عندنا اللي ما بلحقش. بس ده نوع من انواع الادمان، انه في شباب بيحب قوي قوي حنتف في العربيه وينظفها ويهتم بالاكسسوارز بتاعتها. يعني ده نوع كمان من الادمان موجود. الصغير العربيه بتتغسل يوميا، ما تلاقيش لازم لازم هم حتى يعني بيحب العربيه تحس ان هي مراته. مش فاهم في ايه يا ابني انت.
ايوه في اولاد بيحبوا العربيه اكتر من مراتاتهم فعلا. طب دي حقيقه. طب ما تيجي تاخد راي نادين. يلا بينا. يا نادين ازيك؟ يلا بينا نادين. نادين بالراحه يا نادين. يا نادين انت بتخضهم يا عامر؟ حاول تتصلي تاني يا نادين. انت بتخضهم؟ لا والله ابدا. شوفي بتزعقلهم. حاول تتصلي تاني. وعارف بينزل الرقه دي رقيق قوي. انا خلوني اقول لكم ان في كمان نوع من انواع المادي. المادي نرجع بقى الادمان المادي اللي هو زي ادمان الفلوس. يا ريت. جميل. ادمان الفلوس الواحد يبقى بس ده حلو. ده جميل قوي. تتمنوا ان انتوا تبقوا مدمنين فلوس؟ بس مش ده الادمان اللي انا هقوله على فكره. طب قولي انت يعني دخلت جوه دماغي؟ لا ما يعني بحاول اقرا افكاري. بحاول بما ان انا برج الحوت وبحاول. والله أيوة حتى لو دخل جوه دماغي مش هيفهم جوه في ايه. يقعد يدور جوه في ميه. حضرتك انت عايز ايه يا نوران؟ في نوران انت عايز ايه بقى من دول؟ اطلع لك ايه من دول بالظبط؟ هتلاقي مفيش. لا ادمان المسكنات والمهدئات يعني ممكن يكون حد ما بيعرفش ينام ويقوم كده بتفلسف من نفسه ويخش صيدليه ويجيب منوم ويتعود عليه ما يعرفش ينام غير لما ياخد المهدئ ده من غير استشاره دكتور ولا اي حاجه. ويلاقي نفسه ان هو لا عارف يفكر ولا يركز ولا ينام غير لما ياخد المنوم او المهدئ ده. لما يبطله بقى يرجع يلاقي نفسه ان هو ايه؟ ان هو بقى مدمن حاجه زي دي. لما يبطله يحس ان هو مصدع مقريف عنده أرق وتوتر طول الوقت. هي دي المشكلة لما تبقى بتروح تاخد حاجة من نفسك من غير استشارة طبيب. ولو حصل لك ده وبقيت مدمن لازم تروح للدكتور بسرعة علشان يقلل لك الدوز ويبدأ بالزبط. ان هو يعالجك من الموضوع ده علشان الموضوع ده في ناس كتير جدا. يمكن لينا ناس صحابنا وقرايبنا كمان بيتحطوا في هذا الموقف الرخم جدا لازم يروحوا الأدوية يعني. الأدوية بتاعت اللي هي الاكتئاب. طيب. والمنوم. بصوا احنا كمان. طيب. دلوقتي في حاجة مهمة جدا. إيه نادين رجعت لنا بجد والله. يا نادين. يا نادين. يا نادين ازيك؟ الأخبار الحمد لله. عاملة ايه؟ عاملين ايه؟ الحمد لله. انت مدمنة يا نادين؟ الايه؟ مدمنة يا نادين؟ مدمنة جيم. مدمنة جيم. جيم بعشق الجيم. ده ادمان ايجابي. ايوه فرحانه بروح الجيم، زعلانه بروح الجيم، جعانه بروح الجيم، لدرجه ان انا يعني بقى عندي عزله مع الناس في المجتمع بسبب ان انا مقضيه ثلاث ارباع حياتي في الجيم. انت انا مش عايزك تقولي الحاجات دي بقى لحد خالص عشان هتتحزني فمش هتروح الجيم تاني خالص. خلي بالك. انا بقى ليه انا بقى بشجع الناس اللي حواليها وتبقى هي طاقه ايجابيه ليهم ويروحوا معاكي الجيم، صح يا نادين؟ بس انا عايزه اتكلم في نقطه ان فكره الاستغناء عن الحاجه ممكن تخليني ابطل ادمان. يعني انا مثلا كنت بحب الاكل جدا فلما بدات استغنى عنه شويه بقيت بحب الجيم. مثلا السكر كنت بحب السكر على كل حاجه في القهوه في السكر في الشاي يعني في الشاي كل حاجه لما فبدات اقله شويه شويه لحد ما بطلت السكر خالص. القهوه مثلا انا دايما مدمناها لو ما شربتش قهوه كل يوم بنار ما بقدرش اكمل اليوم بس قبل رمضان لازم ابتدي استغنى عنها شويه بشويه عشان اقضي رمضان كويسه. ده حقيقي. ففكره ان انا ممكن بسهوله جدا يعني اقلل ادماني لاي حاجه ده وارد. يعني انت عندك قوه اراده. برافو عليكي. يعني بحتاج قوه اراده. شاطره والله نادين. ده اسمه ادمان ايجابي. برافو. يا ريت الناس كلها تبقى مدمنين ادمان ايجابي. مدمنين جيم. مدمنين زيك كده. ده حاجه كويسه. نورتينا جدا نادين والله. شكرا جدا. باي باي. والله برافو. يعني انا بحب النوعيات دي برضه من الادمان. بصوا خلي بالكم كلنا نبقى مدمنين. يعني احنا اخذنا المصطلح مشيناه شوفوا كام حاجه. مشيناه في الجوانب السلبيه ورحنا وجينا في الحاجات الايجابيه في الاخر خالص. لو انت مدمن حاجه ايجابيه من الحاجات دي يا ريت. يعني ادمان الجيم ده بالنسبه لي انا شايف دي حاجه عبقريه جدا. يعني واحد بيحب الرياضه دي حاجه لو تقول عليها ادمان هتقول عليها بيحبها هتقول عليها ايا كان المصطلح اللي انت عايز تحطه في الموضوع ده حط المصطلح بس. في الاخر خالص دي حاجه ايجابيه. عايز تاكل شويه حاجات حلويات كل شويه حاجات حلويات لكن مش كتير. دي حاجه ايجابيه برضو الى حد ما بتعمل لك ايه شعور من السعاده. والله الى حد ما. ويا ريت فعلا الناس كلها تدمن الشغل. جميل. يبقوا بيدمنوا الشغل ان هم يبقوا بيحبوه ويركزوا فيه ويبقوا شاطرين جدا فيه لدرجه ان هو يبقى اشطر حد. الموضوع بيرتقي بيه ماديا ومعنويا ومكانه اجتماعيه وكل حاجه. صح بالظبط. انت عارف يا عمر انا بحب حاجه قوي في الاجانب. ان هم عندهم طول ايام الاسبوع الشغل شغل والويك اند فعلا هو بالنسبه لهم اجازه يقدروا يفصلوا فيها تماما عن ضغوطات الشغل ما يفكروش في الشغل خالص. بيتبسطوا فعلا الويك اند. احنا عندنا بقى الناس اللي بتشتغل وبيحب شغلهم بيبقوا بيشتغلوا جدا لدرجه ان هم ساعات ما بيلحقوش في الويك اند. في الويك اند برضه بيشتغلوا
ودي بتبقى مشكله. في قاعد على اللابتوب قاعد قاعد مثلا شغال تيكي تيكي تيكي. طب ده تفتكر حب الشغل ولا كان مش مركز طول ايام الاسبوع فبيحاول يعوض؟ لا ده الناس اللي بتحب شغلها بيبقوا مركزين طول الوقت حتى الويك اند بتاعه بيبقى عامله للشغل. عندنا بقى شق تاني ده ادمان. ادمان شغل ده طبيعي. كويس جدا. عندنا بقى شق تاني اللي بيشتغلوا بس ما بيشتغلوش بضمير انت واخد بالك، وده بقى شق وحش جدا. ده اللي هو حاجه سلبيه جدا، ان انت تبقى بتشتغل بس ما بتحبش شغلك او مش بتديله الحجم المناسب بتاعه او المجهود المناسب ليه، فبيبقى شغلك ضعيف، فبتبقى مكانتك ما بتعلاش بسرعه، فبتبدا ان انت تحس ان انت بدات تزهق وتمل، وده بيعود عليك طبعا بعد كده بمشاكل في الحياه. ده بالنسبه لي وحش جدا. في ناس بقى تانية ايه بقى؟ مدمنين نظافه. دي حلوه، ده برضو ادمان ايجابي. مدمنين نظافه، لا ده ادمان ايجابي، يا ريت الناس كلها تبقى نظيفه. لا 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 لا، انت مش متخيله، انت مش متخيله الموضوع. لا لما بيبقى اوفر بيبقى وحش الموضوع، اللي هو بيبقى وحش جدا. لا هو بس بيوصل لمرحله تراب. لا بيوصل لمرحله، لا في ناس ممكن توصل لمرحله السلام، ما يسلمش عليك يعني، ما ايديه ما تلمس ايديك. ما يحضنكش مثلا لو انت بقالك كتير ما شفتوش، لا يتجنب شويه. دي ممكن الحاجه الهس اللي عندهم شويه، ان هم ايه يعني عندهم الحته دي عاليه شويتين، اللي هو عنده ادمان النظافه، او انت زي ما بتقول كده وسواس. ده وسواس النظافه اللي هو ده بيبقى ده جزء اللي هو اللي انت بتتكلم عنه. ده جزء اللي هو ايه، مش عارف اسلم، ممكن يبقى ايده عرقانه، ممكن اجي اسلم عليه كده. الموضوع كتير قوي عليا ان انا استحمله. ايوه ما هو بالظبط. وانت في ناس مش هتعرف تسلم عليهم بحفاوه جدا، علشان مثلا في حاجات معينه هو عرقان. خلاص بقى مش لازم نشرح الحاجات دي، يعني انا بالنسبه لي يعني لازم تقفلني يعني. الدنيا جميله وماشي حلو، بس اصل انت بتقول، اصل هي بتقول يا ريت الناس كلها تبقى مش بتسلم. اقول لك على حاجه، لما يكون شخص عنده وسواس نظافه احسن بكتير من الشخص اللي ما عندوش اصلا. بص يعني خلينا نتكلم ان لو ده وسواس او دي عاده او ادمان، دي حاجه كويسه للنظافه، دي حاجه كويسه بالنسبه لي يعني. يا ريت كل الناس تبقى كده يعني، دي حاجه كويسه. خليني بقى اقول لك جملتين. عايز اوجه رساله، اوجه رساله بس عشان والله، عشان انا حماتي. ايه حماتي؟ اوعي تزعلي يا لولو، ماشي، مدمنه نظافه وبنقعد نتخانق معاها في البيت عشان تبطل تنظف. انا لو جالي جلطه في البيت ده يا جماعه، انا بقول لكم، انا بتكلم بجد يا يوسف، بمدح قرايبي كلهم. طب دي حاجه كويسه، ما تتعلموا منها. طيب طيب بصوا، دي جوانب الايجابيه اللي اتكلمنا عليها بشكل عام، يعني بالنسبه للحاجات اللي احنا بنحبها وقلناها ودخلناها وحطيناها تحت قصه الادمان. لكن خلينا برضو نتكلم وندي الجمله دي حقها، ان الادمان برضو ده شيء صعب جدا جدا في الحياه. اللي بيبقى مدمن بيتعرض لمشاكل كبيره جدا، وبيخسر نفسه وبيخسر اهله وبيخسر كل اللي حواليه، لان هو خلاص بيبقى في التهلكه، وهو شايف من وجهه نظره ان هو الحاجه اللي بيعملها دي سواء كان حاجه بسيطه في الاول، وشايف ان هو لما بيكررها من حين لاخر يعني او من وقت للتاني كده بشكل بسيط ان هو مش مدمنها. لا، تاكد ان انت مع الوقت هتبقى مدمن، وتاكد مع الوقت ان الموضوع هيدخلك في مشاكل كبيره جدا جدا، وممكن تتعرض للموت، واكتر من حاله شفناها بالمنظر ده. هنا بقى القرار في ايديك، وقرار بينك وبين نفسك، انك ازاي تحدد انك ممكن تعمل وقفه، انك ازاي تحدد ان انت ممكن تتغير. مش معنى انك دخلت او سلكت الطريق ده خلاص يبقى الموضوع انتهى. لا، لسه في ايديك انك ممكن تتحول. في اكتر من مكان ممكن تروح عشان خاطر يساعدوك، وفي ناس بتتعافى الحمد لله وبيرجعوا احسن من الاول بكتير جدا جدا. ومن ضمنهم كمان نموذج معانا النهارده، نموذج محترم جدا، نموذج مشرف جدا، قدر ان هو يتعافى من الادمان ويبدا حياه جديده ومختلفه. ولازم احنا كمان برضو نشجعهم ونقف جنبهم، صح ولا لا؟ طبعا اكيد طبعا، بالظبط كده. طيب احنا هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل هيكون معانا دكتور هشام جمعه، اخصائي علاج الادمان بصندوق مكافحه وعلاج الادمان، وكمان هيكون معانا محمد مهدي وهو متعافي من الادمان، بعد الفاصل.